تعمل الإدارة العامة للمرور على تعزيز الانضباط المروري ورفع مستويات السلامة المرورية في الشوارع، وذلك من خلال دورياتها المنتشرة على مدار الساعة، مؤكدة أن سلامة الطريق مسؤولية مشتركة يجب أن يساهم فيها قائدو المركبات ومستخدمو الطريق بما يضمن تحقيق المصلحة العامة. في البداية أحب أوضح أن التقاطعات المرورية تعتبر من أخطر الأجزاء في الشارع المروري، حيث يكون تقاطع في سياراتين من اتجاه آخر. على ذي الأساس تم دراسة التقاطعات الرئيسية اللي طبعا تحركها الإشارة الضوئية، وتم رصد الحوادث الأكثر على التقاطعات. بناء على ذي الدراسة تم تحديد الأماكن اللي توضع فيها الكاميرات. طبعا الكاميرات وضعت لتهدئة سرعة بعض السواق اللي سرعتهم مزيد عن سرعة الشارع. طبعا مع تهدئة سرعة الشارع ممكن السائق يتفادى الحادث، لأنه بتكون سرعته أقل، فبالتالي سيطرته بتكون أقوى على المركبة، يقدر يتفادى الشارع. طبعا بعد ما حطينا الكاميرات اتضح أن التقاطعات اللي كانت فيها نسبة الحوادث تزيد قلت بشكل ملحوظ. تم وضع السرعات في الشوارع الرئيسية والفرعية من قبل وزارة الأشغال، من قبل مهندسين مختصين في الطرق، وتم تحديد السرعات بناء على الازدحام وعلى المشاة، إذا كان في مشاة، إذا كان في مناطق سكنية، إذا كان في مناطق عمل. فعلى ذي الأساس تم تحديد السرعات. الهدف منه طبعا إذا خفضت السرعة يمكنك أن توقف قبل لا تنقلب الإشارة تغير لونها اللون الأحمر، وبالتالي يعني تمنع حادث لا سمح الله قد ممكن أن يكون. حاب أوجه رسالة لبعض الأخوة السواق اللي يعتادون يطفون الإشارات الحمراء. طبعا قبل تطفي الإشارة الحمراء أحب أن تفكر في أرواح الناس تعرضها للخطر، ممكن يكون طبعا السائق أو راكب أو مشاة، كل هذه الأشخاص ممكن تعرضهم للخطر بناء على تجاوزك الإشارة الحمراء. وللمزيد حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتور هاشم المدني، أستاذ الطرق والنقل بجامعة البحرين. دكتور هاشم مساء الخير. نعم، بداية يعني لا شك السلامة المرورية هدف مجتمعي بالدرجة الأولى، يعني كيف يمكن أن تتكامل هذه المسؤولية ما بين الإدارة العامة للمرور ومستخدمي الطريق أيضا؟ هو في الحقيقة يعني الكل لازم يكمل الثاني، كل من المجتمع لازم يكمل الإدارات، والإدارات لازم تكمل المجتمع. نعم. لا أحد يتصيد على الثاني. الكلام الأخ من شوية عن الإشارات وعن التقاطعات، حقيقة التقاطعات المرورية هي من أخطر النقاط اللي الواحد يمر بها. تقريبا 50% من حوادث الإصابات تقع في التقاطعات. نعم. 40% من حوادث الوفيات في الدنمارك مثلا كانت في التقاطعات. في البحرين 12% من حوادث الوفيات متوسط 3-4 سنوات كانت عند الإشارات الضوئية. نعم. فكان لابد التحكم في هالقضية بحيث نخفض هال 12%، ننزل إلى أقل من 3-4% بحيث يكون مقبول عالميا. نعم. لكن في أمر أيضا كمهندسين احنا نحطه في البال، إن لعل عند الإشارات الضوئية لابد أن تخفيض الأمور اللي ممكن تسبب الحوادث، ما فاجئ الناس بأمور معينة يعني. نعم. على سبيل المثال إنه خايف يقطع إنه مثلا يصدون على السرعة. في المتوسط احنا نعطي مجال شوية 5-10 كيلو زيادة عن السرعة الموجودة فقط عند الإشارة، بحيث إنه ما يقع السائق في حرج ويصير له حادث. الأمر الآخر إن اللي يقطع الإشارة لابد إن في يوم من الأيام سيقع حادث، لأن الأفضلية السير يكون للطرف الثاني. فهذا بشكل رئيسي. معلومة فقط، الإشارات الضوئية موجودة على مستوى العالم من زمان يعني. نعم. بل حتى قبل السيارات البخارية من سنة 1865، التلقائية سنة 1925 بدأت. هاي فقط فكرة بسيطة عن الإشارات والتقاطعات. لا شك دكتور يعني لابد هنا أهمية
يعني توعية السائق بظروف كل طريق والسرعة القصوى التي يجب أن يتبعها لكي لا تحدث هنالك يعني إشكاليات أو سوء فهم. لا شك دكتور يعني هنالك معايير مهمة تختص بالشوارع في تحديد السرعة، لو يعني تحدثنا عن أهم هذه المعايير. والله أهم شيء الخواص الجيومترية للطريق. بعض الناس يقولون إنزين هاي الشارع إحنا نقدر نمشي فيه سرعة مخلينا 80، معناته في المهندس داري إن في أمور ثانية اللي مخلية ينزل السرعة، من مثل إن مثلا مستوى الاحتكاك في الأرض ما يكون عدل. الأمر الثاني قد يكون مثلا نوع المركبات الموجودة على الطريق، الأماكن اللي فيه خلط من المركبات شاحنات وباصات كذا أيضا قد تضطر. أحيانا قد يكون مثلا عرض المسارات وأمور كثيرة، حتى الأماكن اللي فيها مستشفيات، أماكن فيها مدارس، إحنا نخفض السرعات لسلامة الموجودين في المنطقة من مشاة من غيرهم. فأمور كثيرة مثل هذه هي اللي تتحكم في السرعة، مو المهندس مني ومن باله يحط السرعة. قد يكون المسافة الرؤية الأمامية تكون غير كافية إن أنا أخلي السرعة بدال مثلا 70 أخلي 80 أو بدال 80 أخلي 100. إذن هي وفق دراسة يعني وليس بصورة عشوائية. نعم، أمر هندسي تماما هندسي. مسافة التوقف لازم تكون كافية بحيث إذا أي طارئ صار السائق يقدر يوقف. نعم نعم. الدكتور هاشم المدني أستاذ الطرق والنقل بجامعة البحرين، شكرا جزيلا لك.